انتقد الرئيس الامريكي دونالد ترامب سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي بسبب رفع اسعار الفائدة بنهاية ديسمبر الماضي. وصف ترامب قرار المركزي الامريكي بالخطأ الفادح، مشيرا الى ان الصين خفضت من قيمة عملتها وهو ما يجعل الاقتصاد الصيني اكثر تنافسية، مشددا في الوقت ذاته على ان السياسات التي يتبعها الاحتياطي الفيدرالي تؤثر سلبا على اقتصاد بلاده. وفي منتصف مايو الماضي قال ترامب ان خفض اسعار الفائدة يعني فوز واشنطن في حربها التجارية ضد الصين.